يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع. مازالين مع موضوعنا هاد السيمانة في هاد النص الأول من ميتنا، واللي هو على العناية والمقابلة بزراعة البطاطا. ومن بعد ما نبتات البطاطا ديالنا وكربناها ونقشنا لها الأرض فاش طالعة وسمناها كما يجب وسقيناها على حساب المتطلبات ديالها وعلى حساب الشتاء اللي يمكن تطيح عليها إن شاء الله، ومن بعد ما شفنا كيفاش خاصنا نجمعوا عليها التراب باش تولد مزيان ويكتال الكركوب ويطلع مغطي بالتراب باش يمكن له يغلاض ويبقى صحيح وخالي من الأمراض اللي يمكن تسلط عليه. وصل بينا اليوم الكلام باش نشوفوا ونتكلموا على عملية الوقاية من الأمراض والحشرات والمحاربة ضدها قبل ما تسبب صرا والضياع ديال الانتاج علاش حنا معذبين كاع. واليوم نتكلموا حربة ضد الحشرات اللي يمكن تسلط على البطاطا بحال السوسة والمن مثلا. وهاد الحشرات كل وحده منهم عندها الخطوره ديالها والمشاكل اللي يمكن تسببها لزراعه البطاطا. فمثلا السوسة البطاطا يمكن تاكل الورق ولا تحفظ الجلد ديال الغرس ولا تدخل الكركوت من الارض وتسكن فيه وتحفروه هو بنفسه وتخليه ما مقبولش للبيع لا هنا ولا في الخارج. وضد هاد الحشره ديال السوسه خاصنا يكون السقا عندنا مقاد ومنظم ونكونوا رادين البال للربيع ما ينوضش ويعشش عندنا في البلاد لانه فيه يمكن لها تخبع، وكذلك نضوا التراب على الكركوب باش ما تدخلوش بسهوله. اما الى بانت لنا فخاصنا نحاربوا ضدها بسم من الادويه المسمومه اللي موجوده ضدها عندنا في السوق ديالنا. اما على المن فيمكن تسلط على الزرعة في الأول وتكمش لها الوريقات ديالها بقوة المصان ديال الماء اللي تتمصوا منها، والمحاربة ضدها ما كاين إلا الأدوية الخاصة ضدها.